السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة هنشرح ازاي تقدر تشحن العداد مسبق الدفع عن طريق الموبايل باستخدام برنامج ماي فوري. طبعا كلنا بنروح شركة الكهرباء عشان نشحن الكارت او بنشحن عند اي تاجر قريب مننا عنده خدمة فوري. الموضوع ده هيسهل على ناس كتير تقدر تشحن وتشغل العداد وهي قاعدة في البيت. اول حاجة احنا لازم الكارت بتاعنا يكون بيدعم خاصية الـ NFC والموبايل نفس الحكاية. لو الكارت ما بيدعمش ده تقدر تروح تغيره من الشركة تاخد كارت بيدعم الخاصية دي. تاني حاجة احنا هننزل برنامج ماي فوري من جوجل بلاي وبعد كده بتعمل حساب عليه عن طريق الايميل ورقم الموبايل وعمل باسورد من اي بنك ببلاش بالبطاقة بس، مش شرط ان انت يكون عندك حساب في البنك ده. وبعد كده بتحط فيها مبلغ بسيط بحيث ان انت تقدر تستخدمه في البرنامج، تمام. وبعدين هنخش على شحن كارت الكهرباء في المنطقة اللي انت تابع ليها وتدوس عليها، وبعد كده استمرار. هنا خد بالك من قبل ما تعمل اي حاجة عشان تفهم وتقدر تشحن الكارت بشكل صحيح استخدام خدمة شحن الكروت الذكية المقدمة بواسطة فوري للمدفوعات. ان الكارت يدعم خاصية تابع لها. عملية الشحن الكارت الذكي تتم على خطوتين: وضع الكارت اسفل الهاتف لكي تتم عملية استرجاع البيانات من الكارت الذكي. بعد اتمام عملية الدفع بنجاح سوف يطلب منك وضع الكارت الذكي مجددا لكي تتم وضع الشحنة عليه. من فضلك قم بوضع الكارت على العداد اولا ولا تقم بتحريك الكارت الذكي عند سماعك الصوت اثناء تلامس الكارت الذكي الا عندما يطلب منك البرنامج ابعاده. من فضلك تأكد من ان البطارية اعلى من 10% قبل استخدام الخدمة. غلق البرنامج اثناء عملية الشحن ممكن ان يؤدي الى تلف الكارت الذكي. من فضلك قم بوضع الكارت اسفل الهاتف كما هو موضح ادناه ولا تقم بتحريكه عند سماع صوت التلامس. احنا دلوقتي هنحط الكارت اهو. جاري تحميل بيانات الكارت الذكي. قم بسحب الكارت الذكي للاستعلام عن البيانات.